بسم الله الرحمن الرحيم. وثمان دسنج مدك سلسة كبيرة صاعقة صاع كبير ولا حد له له أي لمائهما برن حد تواوشينية لو نقصانية ولو زدية برن دبي إلا أون دبي ناي تربي ونابي كم تربي فلو نقص عما ذكر أقل لو عندي قلت ما لو عندش كم تربي وأسبغ دسنجي بيشورا كفى كافية وفي خبر حسن أنه صلى الله عليه وسلم تولى أبي ثلثي مدة شتاون أبو ويسن أن لا يغتسل لجنابة أو غيرها غسل الجنابة بيان هرسي هبي وأن لا يتولأ لحدث أو غيره على الأوجاه دسنج بي لبر حدث بي لبر هرسي هبي حدث من جرشي هبي لشندري في ماء راكدين أو في ماء راكدين متنازع فيه لا يغتسل ولا يتولأ أن لا يغتسل في ماء راكدين ولا يتولأ في ماء راكدين ماء راكد كش لم يستبعد قال زور نبي أقول قال زور بوش بحيري لهذا وقيدناك هو لوخ كنابع من عين غير زارين عينك بزاري نبي لبري نروى أو خرابة لو خرابة لأنه قد يقدره عند زارعه بلا زد بي وأن يؤخر وها باشا من أذنب بخروج المني لبا خروج المني زنابتي لسربه غسله غسلك تأخير بك عن بوله ميزيمكا أو زغسلمكا لو سنشي أقر غسلي كرد لدو أمي زكر دقا مي زكاش بشكا من يشي دي هات أخواري لأن لا يخرج معه فضلة منيه هنجي فيبتل غسله غسلك كيبت هذا بدي سادة بزارش كبكاته أو زررة قال بعض الحفاظ هندق لحفاظ حديث فرمويتيا وأن يخط من يغتسل في فلات ولم يجد ما يستتر به خطا كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيه ويغتسل فيه معنى وأن يغتسل يسمي الله ويغتسل فيها أوها أقل أقارش وتسنزيك فرد ومرد نبو نيزاني سبكا وابا شخيتش إلى دوري خوه اللي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أزا غسلمك قول حفظي لك لو يبي عالم تماشينك وأن لا يغتسل نصف النهار نصف النهار لنا ونديني وراني إيه لنا ونديني وراني وصلناك أوش مشين زور قرماء دبي ولا ولا عند العتمة لوقت عتمي حواران أدي عتمي حواري ثلث الليل ثلث الليل حتى دوري سعاد هاشت همي عتمي اوش دري لو وقت انا شياطين زور دين كورانان ويدا قرينو اوش خرافة وان لا يدخل الماء وان لا يدخل الماء الا بمئزره وشي تسوين او اوكي بمئزري لسريبي او زرنا او رف رب دا بس الروتي بنروى عيبة إيه فإن أراد إلقاءه أقوى استمئزري في الرب ده فبعد أن يستر الماء عورته وشي تسوناو آوي آوك حتى إيري هاد أو زبا مئزر كيلابا بس الروتي وبلاق روتي وبقوم روتي نسناو آوي عيبة مئزر مئزر يا قربان ها مئزر هل مئزر دي خمانة نانا مئزر أوي دقر دبي دبي دقر دقر مئزر أو بيد بيد قلت شلواري ده شلوارة وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره وشلوارة وبابسي لمن در الشورت كيل في بكات ولا ناو عاوي استازور كسه بعدها هرملواني وش دك على بيت إلا بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته وش تسوى عورتك بزر ولا ناو عاوي أو زل في كات ولا ناو عاوي وزباش أقسانا لكتب الشرعي دانية هيتش فقها ويانقوت يعني أو بعض حفاظا لتي ورقت يا أقسا وكأنه ممكن أو بعض حفاظا اعتمد اعتماد دايا في غير الأخير لغير أخيري
لغيري أخيري أبي أخيري وشي قوتي عورتي قوة درناخي بلد. أو قيدناك أو علماء وفقهاء وفرموها بس أبي غيري أخيري على ما رآه كافيا في ندب ذلك شتاكي وايدتي لحديثي كدلالة السرحان ديبكا خرق أو هبكا وإن لم يذكروه با فقهاء نشيان قد بي دعي لك أنا نوتبي ها؟ دعي لك أنا نوتبي سكان نقول بنك دليل وإن لم يذكروه وفيه ما فيه بان اول شتشي تداهيا شتشي تداهيا سنك حكم الحديث ورقرتن إيش هم كسرشي نية دبي مستهيد بي دبي مستهيد بي ريو عاش يدري أقرأ تو شتشي بيبيني لحديث بخاري لكتب الستة الأهمان ببيني أدرسني عمل بي بكي أقرأ لكتبي فقهي بري أو إيش مكروها سنك أوانا وحديث سيد بيان زانية ديارة حديثك يعني منسوخة يعني ضعيفة شتك هيلة قرري يعني مطلق ومقيدة أديان عام وخاصة دبي شتشي أوهابي أتو رأسا درزنية ببي فقهاء رأسا حكمي وربكي وفيما فيه كأوه وأن لا يزيل ذو حدث أكبر كابرا قلبي بزنابتا قبله بيش غسله شيئا من بدنه أو نحو دمين بس ينينو شخو بكا ينخوي تلاج بكا بيش غسله خرافة قال الغزالي له لأن أجزاءه تعود إليه في الآخرة بوصف الزنابة هذه موكان شكايتي لذلك ويقال إن كل شعرة تطالبه بزنابتها وأن يغتسل وأن يغسل كعائض ونفاساء إن قطع دمها فرزه وأن تطالبه يعني سي تطالبه دوالي لذلك وشو شكايتي وأن يغسل وباشا كعائض ونفاساء إن قطع دمها دم قطع بها سبشوا فرزه كابرا أولي فرزه خو بشوى جوان كيش غسله ويتولع دس نجيش بشوى إن وزد الماء أقع أو هبو وإلا تيم ما أقنبا تيم مبكى ويحصل أصل السنة بغسل الفرز فرزه خو بشوى كنجي إن أراد نحو زماع أو نوم أو أكل أو شرب أقب تماي أو شتانبي أقب تماي زماعي بي با فرض خوب شوا اگر دستورش نشوا قیدی نکه بس فرض کی بشوا فرض کی بشوا پیز بوا عوض زیما عبکا عوض بنوی عوض نانی بخوا عوض آهی بخوا تو و ایلا اگر بات ما ایوان نبو او کریها خراب فرض خوب بتن لود شوا ایز نکه و ایلا خواهد نکه حرام خوب کرده قلم ها خواهد نکو جماعت و یحصلو اصل السنة بغسل الفرض إن أراد نحو زماع أو نوم أو أكل أو شرب وإلا كرها إلا أنا أجوانا كراتي هي خوارد نونا خوارد نبي وهابي زماع كوهو زماع كونو وهايا بلا قلما وينبغي بلا قلما وهايا وينبغي بلا قلما وأش بيستا أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أقبت ما بذكر إخوائي بك أخو ذكر إخوائي حرامني خابر قريبة زنابتي برن ما باشا ينذكر إخو بشوا دسون الشجر بشوا أو ذكر إخوائي بك أقا آوها بو أقا آوش نبو تيمم بك هذه هو الدليل البيتسية أخذا من تيممه صلى الله عليه وسلم للرد السلام من سلم عليه الذنوب سلام يا خوشويستي كذا وش قريب زنابدو لو دم الساعي لك النبو او ها تيمم شكردو وتفرموا عليك السلام ورحمه الله وبركاته والقصد به في غير الاول والقصد به في غير الاول لغير ابي اولي جماعك قلبا ها جماعه جماعنا جماعه او عندي نستن نستن وخوارد نستن اي نان خواردن خواردنا خواردنا وا باشا لو او دسمن جيده شواب زاني او دسمن جلوسيا لو كابر لو نستن دسمن جيده شوا لو نان خواردن لو او خواردنا وي دسمن جيده شوا قلبي بزنابه تزاري بحث الجماعه كي لي قري والقصد به في غير الاول تخفيف الحدث بلي. لو عندي حدث كبرك سوق به فينتقل به بحدثه اگر حدث بو دسمنج شكا بلي. او دسمنج دشتو دي سن ما باشا مش واتو اگر شكا دسمنج شكا ولا دعي ميزة شكر دي سن ما باشا واتو ابيش ينسنك وفيه ادي لأولكي
قلت والقصد في غير الأول أدلة جماعك لو سيا زيادة النشاط لو عندي وبيك عبر لو يذكر خود الشوا بنشاط جماعي زيادة بي ذكر دشوا دسنجش دشوا زيادة النشاط للعودي وبيزار شدي جماعي بكاتوا فلا ينتقل به هو أجر أجر حدث شيء هذا السر أو دسنجش ناشش أو دسنجش سنتي ناشش في مزناك دسنجش شيء دشوا توا ناشي دري نادي عشق دري لغزي بينا لنا وهذا يلغز به فيقال لنا وضوء شرعي لا ينتقل بالحدث وضوء الشرعي ودسونيش ناشي لو تمشي وضوءك الوسيا ولو نوشي وانا نيا كابر خريبة زنابتا ندرس تنوشي وكان ندرس تدس دات القرآن يسي درس نيا إلا دسونيش كي ليش وشتي وبي زماعي بكا إيو زاقا لبرز باشي لبر ويان ميزة شكر ناشي لو أو إشي ناشي يعني زماعي بابكاتو أو مقصد كاوما ماذا ميزي لي وهو أو دسونيش وشنا كوضوء التزديد والوضوء لنحو القراءة عيني واش دسنج انو كرنا واي دسنج انو كرنا وكوا اي دسنج شوشنا لو قرآن خوينا كوا مادم فلا بد فيه من نية معتبرة نيتكيد بي واش دسنج انا فرقين يا اي غسل الوجه يدين ومرفقين وارد بهم تدابي يعني يجندت ما او دسنج يا وهو كوضوء التزديد والوضوء لنحو القراءة فلا بد فيه من نية معتبرة ويجوز الغسل عاريا بروتو قوتي خرب خوبش واحد جناحني لعمامي هذا رفيل بيكاتوا قال جمع لا الوضوء عقبه باشي غسل دسنج شتن سنة دنيا ويرد أقسم مردودة بأن محله هنجني ويا إذا لم يحتاج له احتاج ولا دسنش نبي أو دسنش سنة الدنيا هذه تزار هي في وستي بيها وإلا في وستي بيها بكوا كخوف الرشاش يلحق ثوبه الرشاش بودة ترسا بروشكو مروشكو أوي بيبكوي زازا هنجني درستا دسنش لدوا يمشوا صوت هنا كبح صوت صوتك هي لا الوضوء عاريا خلنا فين لا عاريا نعم ويجوز الغسل عاريا قالت زمع لا الوضوء عاريا لا الوضوء عقبه أبا عاريا ويا بروتي بسي باشي دس مباشي غسل دس نجي بشوا أو درسنيا ويجوز الغسل عاريا قالت زمع لا الوضوء عاريا دس نجي دسمج درسنية با خوي شوش تزل شي خود دبر بك او زي دسمج شو هندك وين قلت يا بس امن في راسي نيما ويرد او قسم مردود با هبر روتي دسمج بشوا لو بان محله محل او قسي اذا لم يعتز له غير احتاجي ولا روت قوت يا نبي او الا غير احتاجي هبي كخوف الرشاش يلحق ثوبه زل شي دبك دسمج بشوا قلبي تربي زازا عندي درستا دسمج كش بروتي بي بتسيس سو بكيت ترى لما يأتي من حل التحري تعري في الخلوة لأدنى غرض لما ودوا درين هر إيشو كشي قتكت أبي درستا خورت كيوا إيه أوش دسمج شو شنو إيش قتك كش أو يزل كيوا بيترنا بي أزال مربوط بونيا وأفتى بعضهم بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ايش تنجس اشتيا قبل غسله ذكرش بيزبوا ايه زو حرام جماع بك كان جني حرام اي ان وزد الماء وينبغي تخصيصه او قسيك او بعض علماء فرمويتيان بغير السلس لو سلس البول سلس الحيض او قسينية لو لتصريحهم بحل وطء المستحالة أو مستحالة وات إدرستا مع زرياني دمي هذا مش ديو بيسيشا أي وغير من يعلم من عادته أو وغير عطفل سر بغير السلسي قلت وين بغي تخصيصه بغير السلس جزار تخصيص دكري وغير من يعلم من عادته دوي تخصيص بكري بغير أو كسي كلا عادة خوي بزاني أن الماء يفطره عن زماع يحتاج إليه كبرى قول بجماعي بكا إيشي بجماعي بو بتمامو بس أقزا كري خوي شوش باو تري كرد با سس دبو ضعيف دبو لجماعكي
باوش بانشوا يفتره بلا اه الزعيبي دكا هو براوه ومن به اي ببدنه نزيس اجا كابرا قلبي بيزبي قلبي بيزبي زيش بيزبي ومن به نزيس عيني او حكمي او زاد عيني ديار بيان حكما بعيني ديار نبي طعم لون الريح نبي اي تسمك باشا يغسله اول زربانه زاستك بشوى ثم يغتسل أذى مسلمك يعني يقع نابي هو لس الرأي الرافعي واجبه هو واجبه لس الرأي إمام الرافعي ولا يكفي لهما غسلة واحدة يق غسل كافي نية وكذا في الولوء إلى ولوء يجدبي في ساتك لا بي أو زعاية في ذاك يجدبي دو أو بي لأنهما واجبان مختلفات جنسي فلا يتداخلان أو الرأي إمام الرافعي قلت إمام نويد فرمي الأصح تكفيه قولي أصح كافية حتى في الميت حتى لو ميتش كبيسي لس البدنية يقع في ذاك كافية استابو دزنج قتنو غسل لو دزنجج لو غسلج لو حمي كافية بيه بيه لسق سيمامي نومي باشا أدلو لزنائزي لزنائزي دريد دبي بيش مسلم ميتي لابد من اشتراط النزاسة إزالة النزاسة دري النزاسة لابا أو زا غسل ميتي وكا لو لمن دري نيقو قلتو الأصح يك أو كافية لو ميتي ما دم ليرا دري ميتي كجو وشيوانا دري وللعلم بهذا مما هنا سنش أتو ليرا زاني ديك أو كافية سكت عن استدراك ما يأتي ثم مامي نووي سكوتي كد استدراكي أو قلتو أو جتانا بري ثم اللي من دري للزنائزان للزنائزان أو قلتو أو جتانا نارتو كما ستعلموه لو يك كافية لحصول الغرض منهما لحصول الغرض منهما غرض لهودو كان لولو لزنابته بس بمرور الماء على المحل اي بس داب بس هيك او كافي اما في الحكميه فواضح او حكميه نطعمها نلونها نبونها راس او شبيدك بس واما في العينيه دي عينيه فالغرض انها زالت بجريه وش اوكت بداكرت راس دروا فالفرض انها زالت بجريه فرزك اوها بي زاري اوت بداك الروي وان الماء وارد لم يتغير ايش بداكر يوم نقول ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضو نبوي تفرد لبينه فان انت باشرت من ذلك اگر اوكا رنجي دقورا او اوه ساع وزوي دقورا بفي ساتيكي يان زيادي دكر يان حائل بول بيني لنا دقرا اشتكى ترب بي فالحدث باقي كالنزيسي فعلم او زلو قصيد رازاني ان المغلزة نزاسة مغلزة اتو ندقود حتى او خلاص نبي خاوي نابتوا اي نزاسة مغلز قرر كذا شش اول حفته دبي هر حفت خلاص ببي او زخاوي نبي ان المغلزة لا يطهر محلها عن الحدث الا بعد تسبيعها مع التعفيري دبي حتى هر حفته بششان بيدا بكي زي كهر بيسا دبي حفت او قرشي لقدابي خوش خلاص بو او زخاوي نبي تعفير تعفير خور تكردنا حفر خورة هند نبي توزي شي ما غير توزي ومن اغتسل لجنابتين كبرت جنابتي للسرع او حيض حيض للسرع افرتا او نفاس او نحو جمعة او عيد جمعة وجيشنية بنيتهما بنية جنابته جمعة هو دكان قلت انه رفع جنابتي وغسل الجمعة درست عن درست نية حصلا هو دك حاصل دبل يوزح قبل حصلتا جنابته جمعة هدو كان مؤنس دري حصلا اي غسلهما اي غسلهما راجع ولا غسلي تسنيه كلمة عندي مفردة وان كان الاكمل افراد كل بغسلين ولو ها باش دو غسلان بكي بس بيك تش نبي وانما لم يصح الزهر وسنته باش هادي لو هيك نجني وراني وسنته نوراني بيغنيتي بكا درزنيا درزنيا وخطبه الجمعه والكسوف بنيه بيغنيتي الجمعه وخسوف بيكوا درزنيا كسوف وخسوف لان مبنى الطهارات على التداخل
چونکی تهارت پاک و خاوینی تداخل دکا تداخل دکا علی حسن سن روز نه دگوت حدسی اصغر داخلی اکبر یا اوانه تداخل دکا بخلاف صلاتی و ما فی معناها کل خطبتی صلات و خطبه اوانه تداخل نکا او لی احدهما ادي اگر الا نيتت زنابته هنا بتنه نيتت جمعه هنا بتنه حصل فقط الا اولو حاصل دبي عملا بما نوى وانما لم يندرج المسنون في الواجب او زباشا باشا تو قلت اگر الا نيتت زنابته هنا الى خير زنابته دقات الجمعه هنا الجمعه سنه حق السنه داخل الزناب الواجب وانما لم يندرج المسنون في الواجب لانه مقصود لم يندرج المسنون في الواجب لانه مقصود شي مسنون كمقصوده مقصوده شي سر بخويا مسلم جمعه شي سر بخويا صح علاقات ديك الزنابه تنيا ومن ثم تيمم للعجز عنه قال كابرا او نبي تيمم اذا كان غسل الجمعه بخلاف التحية بل تحية المسجد ونيا وشي دولة سي مزقاو تي دبيني نيش بو ملابان جدا يان زما عدك لي راس نيش هذاك لو دبت تحية المسجد لو سمك تحية المسجد شلتي واسر بخوانيا وشي نيش ومن ثم حصلت بغيرها تحية المسجد ببيت تحية المسجد نيجي نوراني بك خوالو دبت تحية المسجد لك وان لم تنوى حريتي تحية المسجد مينا هارو لركعتي كم نيجي نوراني راقا راس تحية المسجد على ما يأتي لأن القصد إشغال البقعة سنشي مقصود لتحية المسجد سيا أو زقاية تولي دادرنشي يادي خوايبك هدي تونيش أني ورانا دك يادي ويادي خوايني وأفهم المتن ما فهم المتن كوعد فهمي ماذا قيني عدم صحة الواجب بنية النفلي ديار واجب بنية نفلي نابي تازقوتد اگر زنابتي هنا زمعي لو حاصل نابي زمعي هنا زنابتي لو حاصل نابي يرجى ديار واجب بنيتي سنتي نابي وكذا عكسه سنتي بنيتي واجب نابي لكن يظهر ان محله ان تعمد اگر عمدا وهنج حاصل نابي والا اگر نا زاره خرج لباتي سنتي نيتي واجب ديني لباتي واجب سنتي ديني درستا وده بغرض دكي لبير دكي فيكفي حصول السنة بذلك لعذره وأنه لو اغتسل فين بغي حصول السنة بذلك لعذره وأنه لو اغتسل لأحد واجبين دو واجب أو أحد نفلين هو دك سنة فأكثر بنيته فقط حصل الآخر هنجي أبيدي حاصل دبي أقول هودك واجبون لما يدني قوتي هودك مختلفة يتزنابتا أبيدي الزمحية بس أقول هودك ودوشتي واجبون هودك يعني دوش سنة دون نيته كتش بيني أبيدي حاصل وان دوشتي واجب وقود شيو شي خوبان جنابتو شيو بيكا وواجبين دو غسلي واجب جنابتي الاستمر بيكا تعيضي أفردو كل مثال سهل سهل وهو كذلك لما مر ان مبنى الطهارات مبنى الطهارات للستياء على التداخل وظاهر ان المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحيه او ان معنى من يا خيرك عيني دقاتي ظهور غير المنوي اوكي هذه كوت بانيه كنيه هنا نيتي او دي كذا مثلا تحيه المسجد لقى سنة الوضوء هات سنة الوضوء هنا تحية المسجد لبيرتشو نت هنا وبيرد نبو وبيرد نبو أما قلت وان أويدي حاصل دبي معنى تي حاصل دبي معنى في وجناك اللي بيها بس تحية المسجد بكي معنى وني خير دقات شنا قلت وني يتيني نيكو خير دقات أويني نجني ورانا كشهر واحد وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط تلوي كما في التحية قلت أمنش قصكم هي ليرا قسكم هيا امام النووي در قسكم هيا قسكسيا ولو احدث دزنيجشكا ثم ازنبا لدو زنابتي هات السري او عكسه زنابتي هات السري دزنيجشكا اي او زيدا معن يان بيكو كف الغسل يغسل بك كافيا وان لم ينوي معه الوضوء بعد اسم الججنين هذا سي اصغر داخلي اكبري ولا رتب اعلاه على المذهب والله اعلم لو لاندراج الأصغر في الأكبر هذه باشا دمدينة نتقول أكاد زينسيان زداء ببرناكوي لأن زينسيان زداء ولا نظر الاختلاف الجنسي
مع حصول المقصود ليره مقصودك حاصل وليره ما دام حصل مقصدك حاصل بو مقصدك اوياك زري الماء على البدن بو على العضو بو كافي قوله كفى وافهم قوله كفى كمصنف دري كفى الغسل كفى ان الاصغر اضمحل ولم يبق له حكم وهو كذلك اصغرك الروي فوتاو في وجناك انت من جشت كم شوي وقف ولا رتب اعضاءه ها وقف ولا رتب اعضاءه اخر هذا يعني الا لو غسليك يعني هز ملاحظين اسم جكينك ترتيبش ناوي ترتيبش ناوي الا غسليك اسم جكتيتش تيك فهم معنى اوه عبارة النهاية والمغني وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الزنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى قوله فلم يبقى له حكم فالغسل عن الأكبر فقط لا عنه وعن الأصغر غسلك لا أكبر أصغر النية هل أكبر أصغر كتيتشو شو هذا القبان وابواي أصغرك هبواي أبواي ترتيب بواي اللي غسلك صلى الله على سيدنا محمد. أقول ما بين خوش أو حاشية فامود بو مذهب. ها؟ أو حاشية خندات حزمك بو خنداته. كو؟ أو حاشية مذهبك فميرة حديث يجيب بين البخاري. ها؟ ما دام فقهاء. ما دام فقهاء رأي بينا. فقهاء رأي بينا دام. روزنيا. زمان أول نازان أقول ما. كرز أنا بريان بمذهب هاي خارو يا رشكا. بريان بمذهبني يا أخي. وتلقن خان مستهيدا ما ناخذ نجي ما يتجنا زال وفيه ما فيه ما ناخذ قوله وفيه ما فيه أي لأنه لم يثبت ذلك عنهم فقهاء وأن قتيا أرعوا بعض محدثة ويفرموا ولم يسرعوا بقاعدة تقتضيه إذ لقاعدة وانجور نجلها ولئن سلم ثبوته في بعض الآثار أقل عند حديثان هجمي فهو لا يدل على الندب دليل سنتاتي نية لو إذ الأحكام الخمسة لا تكون إلا من مستهد مطلق نبي مستهد مطلق بأحكامات الشرعي لحديث فيغنبري صلى الله عليه وسلم والبقري وهذا مما يغلط فيه كثير أقص زور كزلي بسعود سؤالان هر إقزار كتين ناقو مخل كاينة فيقال يسن كذا درن عوشت السنة لأن في البخاري مثل حديثا يقتضي ندبه لأن إمام البخاري وحديثه فرموه رأس عمر فيدك دين وفتح البارية فليحذر أتو لو إشي خود بباريزا فإن الكتب الستة كتب الستة همو لو استمعت على حديث يقتضي ندب شيء همو برين سنة والفقهاء صرحوا بكراهته أو عدم ندبه أخذ بما قاله الفقهاء على مكويه يا اخي والله هذا الشيء زياده لو جاء جزء هذا حديث كبينه بس خذ اعتقاد الوابي علماء فقهي وموتلوه ماذا قلنا